اهلا 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 ستي، كيف حالك يا ستي يا جدتي؟ شو عم تعملي هون؟ كنت في الدكان اشتريت بعض الاغراض ورايحة على البيت. وانت وين رايحة جون؟ وكمان انا رايحة على البيت يا ستي. يا جون يا جون، شو هذا اللي في ايدك يا جون؟ يا ستي هذول تفاحتين. لمين هذول التفاحتين يا جون؟ لمين هذول التفاحتين يا جون؟ هذول التفاحتين يا ستي قطفتن عن الشجرة. وشو ناوي تعمل فيهن يا جون؟ حقيقة يا ستي بتعطيهن للأشخاص. ولمين بدك تعطيهن يا جون؟ بتعطي تفاحة يا ستي اللي في ايد اليمين لشخص عمره 40 سنة. والتفاحة في ايدك اللي صار، والتفاحة في ايدي اللي صار يا ستي بتعطيها لشخص عمره 70 سنة. يا جون أعطيني التفاحة اللي في إيدك اليمين. ستي كم عمرك يا ستي؟ 40 سنة فقط؟ نعم نعم أنا صغيرة يا جون، أنا صغيرة، مفكرني كبيرة، أنا صغيرة. ولكن يا ستي أهلي عمرهم 40 سنة، كيف يكون عمرك أنت 40 سنة؟ لا يهم لا يهم يا جون، أعطيني التفاحة اللي في إيدك اليمين. لا 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 يا ستي، بل سأعطيك التفاحة اللي في إيدي اليسار. شو رأيك؟ أنا بظن أنك عمرك أكثر من 70 سنة. يا جون يا جون لا يهم لا يهم، أعطيني التفاحة اللي في إيدك. ماذا تفعلين يا بنيتي هنا؟ ماذا تفعلين؟ شو عم تعملي يا بنتي؟ وانت يا جون شو عم تعملي هون؟ امي امي، اتدري ما في يد جون؟ لا 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 اعرف. ماذا معك يا جون؟ ماذا معك؟ معي يا جون، ماذا معك؟ معي تفاحتين. ومنين التفاحتين يا جون؟ منين التفاحتين؟ منين حصلت عليهم؟ قطفتهم من الشجرة التي عندنا. وشو ناوي تعمل يا جون فيه؟ حقيقة يا ستي بدي تفاحة اللي في ايدي اليمين لشخص عمره 40 سنة. نعم نعم، في يدي اليسار معي تفاحة سأعطيها لشخص عمره 70 سنة. ما رأيك يا ستي يا جدتي يا أم جدتي؟ عظيم عظيم يا جون، عظيم جدا جدا جميل. لكن أعطني التفاحة اللي في إيدك اليمين. يا ستي يا ستي، ماذا تقولين؟ ماذا هذا الكلام؟ هذا شو هالحكي يا ستي؟ شو انت عمرك فقط 40 سنة؟ ستي الأولى تقول أنها تريد التفاحة اللي في إيد اليمين، وأنت أيضا تقولين أنك بدك التفاحة اللي في إيد اليمين. شو يعني عمرك يا ستي؟ أنت أم ستي يا جدتي الكبيرة، عمرك كمان 40 سنة؟ لا يهم لا يهم،
نقيهم نقيهم يا جون، اعطيني التفاحة اللي بايدك اليمين. لا 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 يا امي امي، انا اريد ان اخذها، انا اخذها. لا اسكتي اسكتي يا بنيتي، اسكتي اصمتي اصمتي، انا بدي اخذها. لا يا ستي، لا يا جدي، يا امي لا لا يا امي. انتظرا، اولا ساسال ابي كم عمره، وبعد ذلك سأقرر لمن أعطي التفاحة. هل هذا صحيح؟ نعم 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 يا جون، إنك ذكي. نعم نعم، ولكن أنا أريد التفاحة في يدك اليمين. حسنا حسنا يا ستي، حسنا يا جدتي الكبيرة. أولا سأذهب إلى أبي وأسأله كم عمره.